لابد أن تخرج بهذا الانبهار العريق وهذا الصنع الرقيق لهذا العلم الكبير الذي شرفت به محافظة الشرقية ضيفا عزيزا في هذه الليلة، بل شرف به مركز فاقوس بخصوص قرية تل السموني التي تتم كل الاستعدادات على أن تكون ليلة العزاء ليلة يتحدث عنها التاريخ في يوم من الأيام. لحضور الليلة هذا العلم الكبير والعالم الجليل ملك المقامات صاحب الصوت الندي والأداء القوي صاحب الصوت المميز واللون الفريد كل يوم هو في جديد، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، يتفضل فضيلته مشكورا مع مسك ختام هذه الليلة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. إن للمتقين مفازا. اسكت بقى يا أستاذ. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا.
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا الله يرحمه عليه رحمة الله رب العالمين حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم والملائكة صفا يوم
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من يتقبل؟ من يتقبل منا جميعا؟ العفو 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 ده اول ولا تاني مش عايزين من الضوضاء. العفو العفو ولا نزكي انفسنا. يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا. فمن شاء ما قدمت يداه يوم ينظر يوم ينظر المرء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
السماء انفطرت وإذا الكواكب علمت نفس ما قدمت وأخرت تقبل ما هذا ده اول ولادنا زمان احنا في غنى عن ذلك لله لله العفو العفو اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك يا موسى يا بربك الكريم
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما العفو العفو رب العالمين اهو كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون والله لديكم زي العسل اهي انا معاكم اهو حاضر هي اللي انت زرتها زي العسل معاكم اهو
حاضر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم صدق الله العظيم. الفاتحة. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله علمه وحيا بلا قلم. سبحان من علم الإنسان بالقلم. وأقسم الله بالهادي فشرفه أعظم به وتعالى منزل القسم. في خلقه بشر في طهره ملك في نوره قمر يمشي على قدمي. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا سويا في رحاب مسك ختام ليلة عريقة يتحدث عنها تاريخ الشرقية. فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وملك المقامات. وكانت التلاوة مسك ختام تكريم عميد عائلات أبو ضيف بتل السموني، الشخصية التي قلما يجود الزمان بمثلها، حاج محمد أحمد إمام ضيف. أسأل ربي أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليه في قبره. مشاركة التتريم لأنجاله الأعزاء وأبنائه الفضلاء الأستاذ محمد أحمد إمام ضيف والمعلم مدحت محمد أحمد إمام ضيف، أستاذ أحمد محمد أحمد إمام، حاج فكري أحمد إمام، أولاد المرحوم الحاج عبد الهادي أحمد إمام، أسرة سليمان بقرية الشربيني، وعموم الأهل والأنساب والأشقاء وعائلات تل السمون قاطبة، يتقدمون بخالص الشكر لعموم مشارك العزاء منذ بدء الليل عصرا حتى مسك الختام. شكل عميد الصوتيات الإذاعية الحاج صلاح عبد الهادي بمركز أبو كبير، خازن الفراشة الكبرى والإنارة المعلم سالم عبد رب حسن بكفر شاويش، قصور واجبات الضيافة المعلم سيد العزاوي بكفر بتل السمون، هندسة الهواء والتصوير مهندس سيد عوف بالنمروط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.